الرحمن الرحيم. الحمد لله ما غرد بلبل وصدح، وما اهتدى قلب وانشرح، وما عم فينا سرور وفرح. الحمد لله ما ارتفع نور الحق وظهر، ما تراجع الباطل وتقهقر، وما طلع صبح وأصفر. مديري الفاضل، أساتذتي الأجلاء، إخواني التلاميذ، أخواتي التلميذات، يتشرف تلامذة المستوى الخامس بتقديم برنامجهم الإذاعي لهذا اليوم 26 من أكتوبر 2017. وخير ما نفتتح به آيات بينات من الذكر الحكيم، يتلوها على مسامعكم التلميذ عبد المغيط المجيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. صدق الله العظيم. أصدقائي، هل تعلمون أن النشيد الوطني كان في الأصل لحنا بدون كلمات، يعزف كتحية ملكية، يعرف بالنشيد الشريف، وملحنه هو الكابتن ليو مورغان. أما كلمات منبت الأحرار فلم تخرج إلا لوجود إلا سنة 1970، حينما تأهل الفريق المغربي لكرة القدم للنهائيات كأس العالم في المكسيك، وحينها قرر الملك الراحل حسن الثاني إجراء مسابقة بين الشعراء من أجل اختيار أحسن نص، فشاركت مجموعة من الشعراء المغاربة وتم اعتماد قصيدة منبت الأحرار بناء على اختيار ملكي لصاحبها مولاي علي سقلي، مع إضافات خاصة قام بها الملك الحسن الثاني بنفسه. والآن إليكم النشيد الوطني. Thank you.
تنقش عليهم زعما. وكلمة مع التلميذة كنزة الفلالي وجنات بن قطور. Je dois échanger mes livres de conte avec mes camarades. Je dois lire le plus d'histoires possible. Quand je pique-nique dans la forêt, je ne dois pas casser les branches des arbres. Je dois ramasser les ordures et les jeter à la poubelle. ونختم برنامجنا الإذاعي وهذه الطريقة والتلميذ الحدادي آدم. سألت الجدة حفيدها الصغير: ماذا تتمنى أن تعمل عندما تكبر؟ فقال لها: أريد أن أكون طبيبا لتفرح أمي، ومهندسا ليفرح أبي، وبائع حلوى لأفرح أنا. أصدقائي الأعزاء، نتمنى أن تكون برامجنا قد نالت رضاكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.